انطردنا من الشقة، أخذنا غرفة ما فيها إلا سرير واحد. فذلك قررت أنا وثامر نسوي طبق رمضان، لأن اليوم هو أول يوم في رمضان والسرير راح يكون صاحب أفضل طبق اليوم. فالمطبخ والحمد لله لقيناه بعد عناء. عندك مطبخ نطبخ فيه؟ بس سمبوسة الله لا يهينك ما عنده. هذا مطعم، نجرب نسأله نقدر نطبخ في مطبخك ولا لا. بسم الله. Hi, how are you? I'm good, how are you? Can I cook in your kitchen? I can't, apologies. Thank you. Sorry. قالوا لا، هم خسرانين. كابتن، تعرف مطبخ نطبخ فيه سمبوسة ولا فطور؟ يا ولد، كابتن، شو ما يرد؟ نفسية، معقد. مكسيكان ستريت فود، يمكن يخلينا، أكل شوارع، يمكن يخلينا. No. قالوا لي لا. ضف وجهك. وين الخطة والعمل؟ استأجر شقة فيها مطبخ. استأجر شقة. غالية. غالية خصم. سنتين تدفع. أوكي خلينا نشوف. بسم الله. على كذا ما راح نطبخ اليوم. يلا نطبخ بكرة. هذه يقولك the Scotland house apartment. Destiny. شوف ما عندي مطبخ صح؟ إلا. إلا هذا مطبخ. بس حلو صح؟ جيدة. ما نشتري بقالة متى؟ نروح ناخذ اغراض بقالة الحين. ايه خليها بكرة عشان بكرة ما تتقروش. لا لا خليها بكرة، خليها بكرة. آه. بكرة بكرة ولا الحين؟ كيفك الحين؟ ايش رايك؟ يلا الحين الحين يلا الحين اخر كلام الحين 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 يلا. وصلنا لبقالة مقبول. بسم الله خلينا ندخل. هاي بقالة مال هنود، ان شاء الله فيها منتجات، فيها سمبوسة. صح الهنود ياكلون سمبوسة. ايه هنود معلمين سمبوسة. ايش قاعد تسوي؟ قاعد احوغش. خلاص انا راح 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 هناك سمبوسة هناك يمين. او شوف 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 انتوا هناك. يلا 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 يا عيال يا عيال. واخر شوي واخر شوي الدويري واخر اخر. شوف هذا ايش؟ سمبوسه، بس سمبوسه حقت هنود. احنا بنسوي سمبوستنا احنا. كل واحد يتكلم عن نفسه. ايه ثامر قلت شيء احسن. شوف سمبوسه جاهزه، سمبوسه جاهزه حمها وسوي نفسك تطبخ. خلنا نسالهم. اكسكيوز مي، دو هاف سمبوسه جين؟ ان ذا كورنر. يقول لك طبعا اسمع، انا سالته بالعربي ما ادري شلون جاوبني. هذه هي صح؟ ايه سبرينج رول بيستري. يلا هات. طبعا سمبوستهم غريبه، مربعه. ليش شلون نسوي مربعه سمبوسه؟ طيب انا باخذ جبن سايل. انا بعد لا ايش تبي؟ وش التحدي؟ انا حشوتي بحط جبن سايل. وش التحدي؟ تحدي نطبخ طبخه رمضان. حلو التحدي طبخه رمضان. ايه؟ خل نضيف عشان ايه؟ ما يصير فيه. حلو كل واحد اوكي يختار صم. خلاص انا لا 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 سمبوسة جبن سايل. لا لا اللي يختار اول. طب ما في مشكله. ايه؟ اللي يختار اول الثاني يختار. يلا يصير انت ما تقدر تختاره. خلاص انا اخترت سمبوسه جبن. انت اخترت سمبوسه. خلاص انا اختار جبن سايل. انت اخترت سمبوسه. انا اخترت. خير 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 خير. انا هذا ما اخترته. انا والله ما اخترته. انت اخترتنا. يا لعب علي. هات هات دورك. هات والله انت اخترته. مو مستمر والله مو مستمر. اطلع خارج الصندوق. خارج الصندوق اطلع برا. دي هافا حلال لحم؟ كله حلال. كله حلال؟ لحم مفروم؟ لحم مفروم حلال. الحمد لله. اوكي اي ونت لحم مفروم. انا اخذت الحين لحم وسمبوسه. يلا تبي بصل صح؟ يقلع ام المبزره. فالموضوع تخريب. شو الحلاوه؟ حلاوه طحينيه ساده. بصل 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 بصل. هذا بصل؟ ها؟ هذا بصل؟ اي اي كذاب. هذا بصل. انا باخذ هذا. وش هذا؟ براثه؟ هذا خبز مشلتت ذا. انا اخذت هذا خلاص. مشلتت ذا مو شباتي. خلاص انا اخذت هذا. مشلتت يا اخي مالك دخل يا اخي. طيب عشان حلو. اطبخ سمبوسه لحم احتاج بصل وسمبوسه ولحم. وش بعد؟ وش بعد؟ شوحها بصل ملح. احتاج ملح 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 ملح. بس هذا كثير والله حرام يا اخي نشتري اغراض كثيره. شوف كل واحد يتكلم عن نفسه. شوف شوف سمبل. نحتاج ملح. طيب سمبل. انا فكرت في طبخه ما احتاج فيها ملح. يلا دورك اشتري. فانتا بيري هذا كنا فهمته صح؟ ممكن كذا اربع اشياء اربع اشياء. خلاص يلا يلا. ايش يا الحبيب يا طيب. بدينا احنا اول شيء في بدايه اول مرحله التقييم نقيم النفسيه فالروح. حلو المقطع حقي انا اللي اقيم. انت تقيم؟ انا احط القواعد. نعم يعني قاعد صار مقطع حقك حط القواعد اللي تبيها. اوكي ايه. طب انت ليش تتكلم كتفي؟ الروح. اسمع التنمر خدش المشاعر هذه عليها ماينس واحد. هات القوانين كالتالي من البداية. أنا بلس ون من الحين. ما لا أنا طبخي خافي خرب اليوم. قادير لازم فرش. شوف أنا شادي ستان طويل ترى مو عشان أمسك الكاميرا كذا حركة. عشان ألين على ظهرك خاسي تعقب.
انطردنا من الشقة. بس المشكلة ما طبخنا ولا سوينا سمبوسة ولا سوينا مسابقة، فالآن مشردين ندور عن شقة ثانية عشان نطبخ فيها. بشركم لقينا سكن جديد، بس اللي راعية سكن من ما رأيت. ولا يا ثامر؟ ولا طيب يا اخوانا بشركم لقينا شقة جديدة فيها مطبخ، نوريكم المطبخ. تا 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 هذا المطبخ. طبعا انا بطبخ وجبة، ثامر بيطبخ وجبة. حلو؟ حلو. من بيبدا؟ شوف انا طبختي فيها شوية حلا اعتقد. ايه خليني اخر شيء. اه ايه، وفي نفس الوقت لانك انت بتخيسنا في البصل واللحم احنا بنرقد، لان الغرفة ما فيها جدران. خليني اوريكم الغرفة يا شباب عشان تشوفون. هذه هنا المطبخ اول شيء تشوفون، بعدين هنا طاولة الطعام، بعدين هنا جلسة، بعدين هنا السرير. واضح ان يعني الشقة هي ماخذينها عشان مطبخ بس. يعني ما اخذناها عشان اي شيء ثاني. انا بسوي سمبوسة لحم، حلو؟ فمكوناتي هي عجينة سمبوسة، بصلة، ملح، لحم، وزبدة. طبعا يا اخوان اعذرونا على التصوير، قلة الموارد وقلة الحياة برضو. لان جيراننا نايمين. جيراننا نايمين. جيراننا نايمين، صوتي نايم. خلاص انحرقت. نص بصلة يكفي صح؟ اتوقع نص بصلة يكفي. يا رب ما يكفون. ننطرد اليوم. يعني بصلهم يوجع العيون مرة. كل شيء غرق الباك اب. فهم جاهزة. تبدين. ترى اللي يبكي ناقص نقطة. على كيف امك القوانيني. طيب بنحط بصل هنا، بنشوح البصل، بنطبخ الحمى مع البصل، مع ان احس البصل والله شوي يبي لي اقطع اكثر، بس مين كثر الحمى عشان ما تصير بذير، لان انا وثامر حالنا هو بيطبخ طبخه وانا بطبخ طبخه، فما راح نكثر. بسم الله نشوح وشيل البصل. شكرا، اشكر اخونا ثامر على كلها طفريه. المفروض احط معها مويه، المفروض تحط معها زبده. لا زبده مع البصل ما يصلح. والله انه يصلح، والله يصير حلو بعد. خصم قاعد يساعدني، شكرا خصم. تامر زبده واجده يا حبيبي، ما لك زبده ما تجي بشيء الا زي انت. طيب شوف سرعه تقطيع بطاطا بصله. معكم الشخص اللي توهق يشوح بصله مع زيت مع زبده، امر ما اشوفها بس يلا. اخواني اعزائي متابعينا لحلقه رمضان هذه السنه، فلوق اليوم بننطرد المره الثانيه من سكننا. عطاري بننطرد اقسم بالله. ترى السكن الاول كذا انا نايم فجاه اسمع صوت باب ينفتح طرق، وقامت ام العافيه واسوي نفسي نايم، واسمع اثنين يدخلون رجال الغرفه، وثامر معطيها احلى شخير ما درى عن ام 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 الدنيا. زبده شوي وفي نص الموضوع حقهم قاعدين يسولفون، يدخلون يقول اكسكيوز مي ذير از بيبل هير سليبنج، يقول في ناس هنا نايمين، وانا معطيه وضعيت لي ما بيطردني وانا ودي انام. ان تشيك اوت مفروض يكون عندنا الساعه 11، وهو دخل 11 الا شوي طلع. انا اعطيت وضعيتي اللي مجنون، كملت نومتي والله ابغى ارقد، وانا مرسل لهم على البوكينج ابغى امدد بس ما ردوا علي. زبده دخلوا الساعه 11 10 دقائق، ترى اقول اطلع انت ويا، اطلع يا الدويري انت ويا. طردونا. ومفروض الصدق كنا نطبخ في مطبخ امس، لكن للاسف الشديد سوينا بث في قناه تامر عشان طفر الرجال، واشتركوا عنده عشان البجت حقه يزيد يا اخوان ونقدر نعيش هنا. كل ما رحنا مكان قال ما معي فلوس. فاشتركوا في قناتي يا اخوان، في قناتي تحت الوصف. اتوقع اني استوى، والله ما ادري يا اخوان، والله اني ما ادري هو استوى ولا لا، بس اني بحط اللحم. اللحم على فكره يا شباب عشان تكون في الصوره، اللحم امس حطيناه في الثلاجه، طلعنا حطيناه هنا عند الريسبشن، وقعد الان تقريبا له ما يقارب 10 ساعات بالسيك، معناها يمكن خرب عادي. الان نحط لحم على مقدار ايش؟ مقدار اللي اشوفه احس انه مناسب. طبعا جبنا لحم احس مناسب صح. طبعا اخوان اللي يتوقع اني قاعد اسوي شيء وانا فاهم وش هو يسوي اشتراك، اللي يتوقع اني قاعد اسوي شيء وانا ما فاهم وش هو يحط لايك. تامر طلع ظاهر اني قاعد اسوي شيء غلط. ظاهر غطيها لين تستوي الحمام. ظاهر صح. وش ذا؟ ما ادري والله ريحه مو شايه. لا لا ريحه لحم وبصل. وش زبده وين حطيت؟ قديش كذا؟ شف ربع زد ما يضر. يا الله يزود بلحم مفروم. لا والله شكل اللحم حلو، بس خلها تستوي. والله احلى سمبوسه لحم عين بتجيك، مو منطقيه خياليه. الان المفروض نحط الملح. والله ما ادري بس شكله كثير. انت تبي ميديم ويل ولا ولدن؟ ابيها يوكل. ما عليك ما عليك، يوكل يوكل هو. ذق ذق والله ذق. انا ليش فخذي منمل؟ يا ساتر كميه الزفر. زفر ايش؟ زفر اللحم. بس يعني الحمى زينه.
اذا في ملح واجد شو تسوي؟ وش تضيف؟ تضيف بطاطس. صادق؟ في عندك بطاطس؟ بقاله؟ حسب مستوي اللحم انا، بس ما ملح شوي. انت فيك ضغط؟ ملح شوي؟ شوي؟ قاعد استطعم ملح. الصراحة والله ما ملحه. كله بسبة زبدتك. الزبدة فيها ملح الظاهر. اتوقع انها مملحة يمكن. سولتي سو. سولتد يعني فيها ملح. حطيت زبده فيها ملح وكبيت ملح مرتين. والله مش بس استواء اللحمه مستويه. زيت مويه يمكن. مستويه اللحمه صح؟ يعني جب منديل ونشفها عشان يروح الملح. والله. ولا فوطه، شفت الفوطه؟ لا اسمع عطني، طلع لي صحن، طلع لي صحن. طيب اسمع، اول شيء لازم نكب هذا الزبده مدري الزيت دون ما نكب اللحم. شلون؟ هو صعب هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلصنا فقرة ايش؟ فقرة اللحم. شوفوا اللحمة كيف اللحمة، باقي الآن اللي هو لف السمبوسة. هذه سمبوسة والله العظيم ما أدري شو وضع أمها، ولكن كذا يوم أنكم مبتعثين أنتم. بس أنا ما أنا كنت نفسي جلستي. كنت تجلس تتفرج؟ إيه الشباب شيء غسل صحون أكل. تفتح البيت سمبوسة مثلا؟ إيه هذه الأشياء كنت فنان فيها. إيه شوف ما شاء الله والله فلتها والله. طبعا انا قد لفيت سمبوسه السنه الماضيه اللي يذكر، لكن لفيتها وهي طويله، فالخطه كالتالي: بأصفطها زي هالتصفيط وبحط شوي، اوكي زين كذا، بعدين افتح فتحه هنا نعبي لحم. انا ايش قاعد اعبي لحم هناك؟ بعدين نقلبها كذا، بعدين نقلبها كذا، كذا سوينا سمبوسه. يا رب اني تشوفون، ها سوينا سمبوسه ولا احلى. طبعا كان مفروض في طحين وما ادري وش نسوي كذا ونليص، بس ما اعرف صراحه، خلها بدون ان شاء الله ما تتفكك في الزيت. لفينا واحده. والله متحمس انك تذوقها. اي والله. يعني كم النسبه من 10؟ يعني تحسني في التيت، بس بدون الملح اللي صار. انا احس انه يمكن يروح الملح. يا رب اذا نشفت. شلون نشفه؟ يعني نشف الزيت اللي فيها. شلون نشف الزيت اللي فيها؟ واحده من هذول يمكن. صادق، خلنا نشف الزيت اللي فيها. انا ما توقعت صراحه اني انا اضبط السمبوسه والفها صح. صدق عشان اكون معك صريح. كيف لفيتها؟ والله ما ادري، لا تسالني، زبطت معي بس. هذا الحين وين تحطها؟ ها الفرن. سؤالك حلو، بالفرن. طب شغل. صادق، تعلمت من درس السنه الماضيه، كانت حشوتي ضعيفه قليله، الحين سويت حشوه اكثر من اللازم. وين هذا؟ غير فهرنهايت للسلسيوس. شغلت شكلي. طب لمتى؟ لمتى؟ وين درجه الحراره؟ وين قاعدين تشوفونا؟ امسك صور وانا بصفهن هنا. يا رب انها ما تنفك. بس تكفين تجملي يرحم امس. نشغلها على وهو اي تو تو كذا خلاص. الان انا طبختي باقي لها شويات بس شباب، توق يعني تجهزوا شوي. اسمع قمرت. الله يبتاكل سمبوسه، تخس سمبوسه سعوديه. شوف 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 شوف، خلني اوريكم. والله تقمر، بس يبيلها شوي، يبيلها شوي تقمر. اوف 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 يا الريحه. قلبناها الحين شوي، خليها 5 دقائق وننتظر 5 دقائق ثانيه بس. ونفطه نطلع حقتي لانها خلصت تقريبا. طيب شوفوا طلعت سليمه وبامان ولله الحمد. نقيم السمبوسه حقتي، انا اخذت هذه بسم الله. اسمع القرمشه كلام، بس الموضوع الحقيقي العجينه مو تمام صح؟ صحيح كلها في الصحن بس تمام. الحشوه كانك تاكل سمبوسه بالملح. والله مالحه، فيها طعم زفر. لحمها مو بزين. حطها باللحم. والله العجينه جيده. شوفوا قوامها، العجينه ما عليها كلام، الحشوه هي اللي عليها كلام. حشوه مالحه يا اخوان. تقييم من كم؟ تقييم توكل ولا ما توكل؟ كذا تقييم؟ كل شيء نوكل يا حبيبي، انا لو اجيب لك خشب على افتهن. والله لو اجي طحنت ابول واجيب لك خشب الان. مصطلع طالع منها انت؟ انا ما قلت اني طالع منها، بس اقول لك كل شيء يوكل. يا اخوان يعطش هذا الشيء، هذا اكيد. يعني ما يصح رمضان يعطش. وتقييم والله صفر، ما يصح رمضان يعطش. انا سويت شيء مالح، انت سوي شيء حالي عشان نوازن بينهم. اقسم بالله الملح هنا. انت قاعد تقول لي الحين وش انا اسوي وانا شاري قبل ما ادري كم ساعه. كان مربي. الله العظيم متعبل. يا اخي شغل دي، انت شغل. خرب الجهاز. خل ناقص نقطة. طبختي سهلة، جبنة بوك حلو، حلاوة طهينية سادة. حلو. حلاوة اسم البراند. حلو. حلو. بعد. بس. سوق أمها. لا وين أمزح. هي ما نبغى فطور حنا. وينه؟ وين شباب تحقي؟ ايه يا عم مسوي فطور شباتي. مدرسة شباتي. حنية وجباتي. انا قاعد اسوي شيء انا كنت اكله في رمضان في امريكا فما كذبت. الله ترى ما هو شو اسمه عالم منال. وش في وجهك؟ هذا وجهي. ها ايه كذا كذا شخ 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 شخ. اه شو تطلع وشو؟
يا ربي لا لا كذا 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 تبقى بخلاف أنا طب خطير طب خلاص يلا والله حلوة حركة كذي أيوة كذا شفت إيه ما أبي الله أحب الحلوة أنا تحب الحلوة أنت وين بذوق تحب الحلوة إيه جيب ملاقة بيدي بخلاف حلوة حلوة هو فنانة حقتهم تعرف حلوة شعر إيه بشر أمك شيك تغلط الحين صدق وشو وجه حط جوال مرة ليه لا وين بصاي هادي قزاز كسر طيب وهذا وشو قزاز هذا قزاز مانع الحرارة هذا ما في مانع حرارة والله ودي حطه ليش عشان يذوب هنا في حرارة لا ما تبزاحف والله مي كذا عقلك مفصول مو ما تبزاحف يعني حرارة هنا حرارة اللي هو حار عليك ما عليك طبخ كثير لا تخربها نطلع طلع جبنك جبنك ساح والله جبنك ساح والله ايش جبنك ساح نسيته حر واو يا سلام يا الذوبان كيف تحرك شباتي اكتشفت انه خربان لازم يكون مثلج انا في امريكا متعود انه يكون مثلج اي هو كذا لازم بس صار صار عجينه اوكي اي فباقطعه بالطول بحاول قدر الاستطاعه اني اجيب شباتيه بدون العجينه ممتازه ذي طيب حلو ممتازه الحين زين وايد زين هذه ممتازه لا هذه جاء واحدة حبيبي طيب أدري الحين قلبها واسحب الكيسة لا أنت بتفكر يا له بسم الله الحين نحط هذه اصفق قمها على الطاولة ثم نشيلها بس هذا بلاستيك الله هي تجيب سرطان ذا الظاهر الحمد لله على الأقل طلعت سمبوسة صح أنا ما ألحى بس طلعت سمبوسة كذا المبتعثين يا إخوان في بلاد الغرب شوف كذا صلاة بارك آه شفت إيزي وش شفت بعد ما صار فيه نطفي النار ليش انت ما بخيت شيء ما حطيت زبدة لا الله يقلعك لا صح 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 ما تقلب لا توك زي البيض زي البيض لا 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 لا, لا. في النص ماشب شفت كل ما سويت شيء قال شفت كنا مخترع الذرة الله يقلع من الحالة نقص النار شوي لا والله حلوه شوف مقمره زي انه زي اللوز اسمع اسمع تعلمت في التراك ايش تسوي خليها مثلثه اي كيف الحين اعلمك وقت كنت ابحث في جوجل الحين اعلمك تحط تدهن الجبن هنا ايه؟ تحط طحينيه ثم تقلبها كذا اوكي ايه؟ ثم تقلبها كذا ثم ما اعرف انا اعلمك هذه خلاص استوت من تحت ما استوت اي لازم تزيد حراره لا تزيد مره عشان ما تنشف ما في زبده والله ترى زبطت احس يلا سوي وجبتك يوبو بو 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 جبت هلا بالاشقر هلا بالاشقر قار هذا معناها اشقر ايش الشفاتي الفنان ايش رايك الله فنان صراحه هذه تفوز مقمره ويلا طيب انا اقول اسمع عشان تخليها مثلثه تدهن الجزء هذا الطرف من هنا اوكي جبن وتحط طحينيه ثم تقلبه كذا تبي خلي هذه تجربه لا 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 تقسمها كذا حط جبن هنا اوكي ثم اقسمها نصين ثم اصفطها صفطه ثم اقسمها مثلث طيب ليش ما اقسمها نصين صلى بارك يلا اقسمها نصين الله شربه اكيد اكيد شوف طلع مرقه مو جبن في نسبه حراره اذا عرضتها على الجبن تدري ايش يصير مسرطن والله ما ابي احلف على اشياء ما قاعد اكيس فيها شاب بالله شيكو اشرح ايش قاعد تسوي انت قاعد احط الجبن ايش قاعد تسوي يعني قاعد احط الجبن اللي ما ادري كيف بينحط يا رب ما تغرق يا رب ما تغرق بعدين جيب هذه كذا هذا وزعه عشان ترى قسم بطلع خبز جبن طحينيه طيب شوف انت اسمع انت ايش بتخلي مثلثه شلون هنا سؤال هذا سؤال هو اللي موترني اكثر شيء ترى بس ان شاء الله اني قادر على اني اسويها مثلثه جيران 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 مثلثه اسمع هذه اسمها ملغمه مثلثه اسمها هذه عن فن ترى هي اصليه ترى هذه الترايل اول شيء هذيك الاصليه يلا كل كل انت حط كان غير كل تفضل كل ضيف اول انت اول الضيوف اول انت اول يا حبيبي شلون تاكل حقتك دي ابو الفت كالمه انا عليك مقيم مقيم الناس الناس تعالوا ما بدون هيك تليجرام عندي مسوي تصويت شوف من فايز يا شيخ كنت اقول بروح اقول لامي واهلي من فايز ولدكم ولد الجيران مين ولدهم احنا بنعلمكم معايير الفوز والخساره معايير واحد اللي فيسر تبغى الحين قاعد فيسر تعرف ايش يفوز هو اول شيء الجهد والعمل في مو لا معليش
انا قطع اي ممكن من اجتهد فالح لان المشكله زفر زفر وملح مالح يرفع الضغط لحظه لحظه انا وجبتي رمضانيه انت وجبتك مو رمضانيه لا رمضانيه والله جعله في ذمك والله يوم القيامه ياكلون الشعب السعودي انا والله انا شعب سعودي انا سعودي زيهم انت حالك لا اكل رمضاني لاشهر سمبوسه وين سويت سمبوسه لو سويت القيمات سويت جبنيه سويت شوربه هذه اول مره اكلها انا في رمضان حلو هذا معيار ثاني مقطعين بفوز والله هذه بقول لك بفوز نفسي صراحه لذيذه مره والله لذيذه صراحه فهمتوا ازرق هذا ضمن اشياء اللي انا شريتها اي بشرب مني لذيذ من الفائز اكون واقع معك صدق بإنصاف أنا فايز ذمت رمضان لا 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 والله إنك فايز صراحة شوف الحين سببت لك واحدة ما حصلتش ملات كانت تردو كانت مزونة 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 سعد عزيز كشي مزون تروقت وكانت ترطرط طبيب زينة هذا حق الحليب الله الوزنية الله الله يا ثامر الله لا هذه سرقة مو بسرقة إلا حط الكاميرا هناك هذه مجانا موجودة شو تسوي كسرها 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 حلو اقسمها نصين صارت مدلل اقسمها نصين اقسمها نصين بعدك سويت شغلت هذه ثمن سبيشل مثلثه زي السمبوسه بس انها تجيك شويه كرانشي اللي قبل احلى بكثير والله لا تسحقها صدق صادق همس سبيشل تسوونها شكرا لكم جميعا يعطيكم العافيه اعذرونا اذا قصرنا واعذرونا على المقطع اذا ما عجبكم واذا عجبكم ان شاء الله انكم تشتركون تنشرونا في كل مكان يعطيكم الف عافيه مع السلامه رح منك رح يدبي لا يعني تعال من... أنا صح فيه هنا شيء مطبخ